السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة كده مع بعض هنعمل فطيرة للعشاء تحفة هتعجبكم جدا. العجينة دي فظيعة يا جماعة، يعتبر أكتر عجينة أنا بعتمدها في كل شغلي، في الفطاير، في البيتزا، في كل حاجة ما شاء الله نتيجتها ممتازة. أول حاجة في المقادير بتاعتي معايا هنا كوباية حليب دافي، معايا هنا 3 معالق زيت، وممكن تستبدليها بزبدة لو عندك أو سمنة مفيش مشكلة خالص. معايا هنا بيضة، هاخد في العجين معايا البياض والصفار هخليه لدهان الوش، تمام. ومعايا هنا 1/4 معلقة صغيرة بيكنج باودر، معايا 1 معلقة كبيرة سكر، معايا علبة زبادي صغيرة بمقام 1 معلقة كبيرة، لأن العلبة دي صغيرة أوي، شايفين مقاسها صغير جدا. معايا هنا 1/4 معلقة صغيرة ملح، معايا 1 معلقة كبيرة خميرة، ومعايا هنا 3 أكواب دقيق طبعا نخلاهم. معايا كده طبق هبدأ أحط فيه المكونات بتاعتي، معايا هنا كوباية من الحليب الدافي، هحط عليه كده 1 معلقة كبيرة من السكر، هنحط كده معانا الزيت 3 معالق كبار من الزيت، ومعايا بياض البيضة. الزيت هنا يا جماعة ممكن نستبدله زي ما قلت لكم بالزبدة، وممكن نستبدله بزيت زيتون. دلوقتي معايا الزبادي، زي ما انتوا شايفين علبة الزبادي معايا يعتبر 1 معلقة كبيرة، شايفين طبعا يا جماعة الزبادي هنا بيدي هشاشة حلوة جدا للعجين، لو عايزة تستغني عنه ممكن تستغني عنه مفيش مشكلة خالص، بس انا بقولك لو عايزة نتيجة حلوة قوي وطعم اقوى يعني، تمام. عشان لما عملت البيتزا في ناس قالت لي ينفع استغنى عنه، عادي ممكن تستغنى عنه مفيش مشكله، بس انا بقولك لو عايزه حاجه طعمها اقوى. دلوقتي ابدا انزل معايا كده بالدقيق، هنزل كده بالتدريج واقلب. طبعا يا جماعه الدقيق لازم تكوني نخلاه كويس جدا، لان النخل الدقيق ده بيفرق معاكي في هشاشه العجينه، تمام. يعني الهواء اللي بتدخليه كده وانت بتنخلي بيخلي العجينه معاكي هشه وجميله جدا ما شاء الله يعني، والزبادي كمان بيفتح معاك العجينة وبيخليها هشة وجميلة جدا، شايفين. نحط كده دقيق تاني، خليكي كده انت المسيطرة، كل ما تحتاجي تحطي كده. هبدأ اعجن بايديا، وازود باقي الدقيق. هنا زودت باقي الدقيق اهو، هحط عليه كده رشة الملح، وهحط عليه كده البيكنج باودر، ونبدأ نقلب العجينة بتاعتنا ونعجنها كويس جدا لحد ما تبقى معانا تتكون عجينة ملسة وناعمة وتكون حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين كده بنبدأ نعجن، هي خلاص كده هتتلم معايا ومش هتحتاج اي سوائل تاني ما شاء الله يعني، شايفين اهي. تلمي كده دي كده من الاطراف بس كده، خلاص العجينه بتاعتي مش محتاجه اي سوائل، لازم تبقى طريه معاكي، شايفين. شايفين العجينه انا عايزاها كده تبقى طريه معايا، كل اللي اعمله ان انا بس اخدمها كويس لحد ما تبقى معايا عجينه ملسه وحلوه كده. العجينه معايا اهي، بفضل اعجن فيها لحد ما تنعم معايا ما شاء الله يعني، العجينه ممتازه والمقادير مظبوطه جدا، ما احتاجتش معايا اي حاجه خالص ادي شكل العجينه بتاعتنا تحفه ما شاء الله، شايفين اتخدمت معايا صح ما شاء الله يعني، كده ممتازه معانا كده. خلاص العجينه معايا بقت ناعمه ما شاء الله، مش محتاجه عجن مني تاني خلاص، كل اللي هعمله رشه كده من الزيت اهي، كده تمام قوي، وهبدا اغطي العجينه بتاعتنا كده. خلاص العجينه معايا خلاص كده تمام، هبدا اعمل ايه كده، اغطيها كده في فوطه مطبخ، طبعا هسيبها لما تختمر معايا، ممكن تاخد معايا نص ساعه لان الجو حر، وبعد كده ارجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه بالظبط. كده العجينه بتاعتي خلاص اختمرت معايا، شايفين ما شاء الله حجمها تضاعف ازاي وهشه جدا ما شاء الله يعني. نرش كده رشه دي على العجينه بتاعتنا ما شاء الله، العجينه مرتاحه وجميله جدا كده. خلاص فردت العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، ودي الصينيه بتاعتي اهي اللي انا هستخدمها، حاطه فيها ورق زبده ودهنتها كده برشه زيت، عشان طبعا لما اجي اخرج الفطيره بتاعتي اعرف اخرجها بالورقه بتاعتها، تمام مش اكتر. طبعا بتقيسي كده العجينه بتاعتك، بتحاولي تظبطي الدايره على قد الصينيه بتاعتك. معايا الصينيه اهي، هبدا كده احط فيها العجينه كده. خلاص حطيت العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله على مقاس الصينيه اهي بالظبط، تمام. اي زيادات شيليها عادي جدا مفيش مشكله خالص، ممكن تعملي بيها كايزر، تعملي بيها اي حاجه تاني مفيش مشكله اهي كده مظبوطه معايا. هبدا كده بالسكينه اعمل علامات، بس ما اجيبش للاخر
شايفين ازاي؟ من النص طبعا يا جماعة. الفطيرة دي هتكون بالجبنة تمام، من غير لحوم، مش عاملة بلحوم النهاردة. الجبنة هتكون على حسب رغبتك، يعني اي حاجة متاحة عندك. ممكن الجبنة تكون موتزاريلا، ممكن تكون جبنة رومي مع شيدر، المتاح عندك استخدميه. شايفين سهلة ازاي؟ شكلها حلو جدا اهي، بصوابعي كده اهو هبدأ اعمل حز كده. شايفين ازاي؟ بال3 صوابع دول. تالي بقى مفيش اسهل من كده. عايزه اقول لكم كمان العجينة دي طعمها حلو جدا، هي قريبة قوي من عجينة البيتزا اللي انا بعملها. شايفين ما شاء الله شكلها حلو ازاي؟ دلوقتي بقى هبدأ بالسكينة معايا، هعمل لها شكل، يعني هعمل للطرف ده شكل مش اكتر. شايفين الشكل بقى حلو ازاي؟ اهو ممكن تسيبيها ما تعملهاش الشكل ده، يعني سيبيها زي ما هي كده عادي جدا زي ما تحبي. دلوقتي هبدأ احط الجبنة بتاعتي، يعني هنا هستخدم معايا الجبنة الحلوم تمام. لو انت ما عندكيش الجبنة الحلوم، ممكن هنا مكان معلمنا كده بالظبط هتحطي جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، اي حاجة متاحة عندك مفيش مشكلة خالص. هنجيب كده الجبنة بتاعتنا، وفي المكان اللي احنا حددناه اهو هحطها بالشكل ده. شايفين اهي الجبنة معانا اهي، مكان ما علمت كده بحط الجبنة بتاعتي اهي. دلوقتي خلاص حطيت الجبنه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده معايا. دلوقتي صفار البيض اللي انا كنت ركناه على جنب، حطيت عليه 2 معلقة حليب، واحط عليه كده 2 معلقة خل صغيره. لو ما بتحبيش بقى صفار البيض، ممكن تحطي بس الحليب وتحطي عليه رشه نسكافيه ورشه سكر. السكر برضو بيعمل معاكي ايه، بيدي لون حلو قوي. بس طبعا انا استخدمت في العجينه البياض، فالصفار عندي استخدمته بقى ايه للوش كده. خلاص دهنت وشها بصفار البيت زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نحط كده على الوش حبة البركة، واحط سمسم برضو زي ما انتم شايفين كده، بنحط كده على الطرف سمسم اهو. ولو ما عندكيش خلاص مش مشكلة ما تحطيش اهو. ودلوقتي احط كده حبة البركة هنا، طبعا براحتك لو ما بتحبيهاش ما تحطيش، بس انا ولادي بيحبوا حبة البركة قوي. ما شاء الله شكل الفطيرة تحفة. دلوقتي كل اللي هعمله ان الفطيرة بتاعتي دي دلوقتي هغطيها معايا بفوطة مطبخ، هسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. في التوقيت اللي هي ترتاح فيه لمدة 10 دقايق ده، انا هسخن الفرن بتاعي. اي فطاير او مخبوزات او معجنات لازم تدخليها على فرن ساخن، ما ينفعش تدخليها على فرن بارد. ليه؟ لما تدخل على فرن بارد بتنشف منك بسهولة تمام. فاحنا كل اللي هنعمله دلوقتي احنا هنغطيها ونشغل الفرن بتاعنا 10 دقايق ونحطها في الفرن على طول. دلوقتي ابدا اغطيها كده بفوطة المطبخ واشغل الفرن بتاعي. دلوقتي العجينه بتاعتي دي اتبقى منها الجزء ده تمام. طبعا انا خليتها على مقاس الصينيه بتاعتي بالظبط، واتبقى الجزء ده معايا. هعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله العجينه معايا حلوه قوي اهي. شايفين هبدا افردها معايا زي ما انتم شايفين كده، بفرد العجينه معايا اهي. معايا هنا قالب المونيا صغير خالص اهو زي ما انتم شايفين، دهنته كده دهنه بالزيت. وهبدا كده هاخد العجينه بتاعتي كأني هعمل توست بالظبط. احنا مش هنرمي حاجة يا جماعة، احنا هنستغل كل حاجة. يعني هسيبها كده ترتاح معايا، وبعدين ايه ندهنها بالصفار البيض برضو وندخلها الفرن معانا.
كده خلاص العجينه بتاعتي ارتاحت بالشكل ده، سبتها حوالي 10 دقايق، وطبعا الفرن سخن معايا، هدخلها دلوقتي الفرن معايا على درجه حراره 180، ولما تطلع اوريكي شكلها هيبقى عامل ازاي. دلوقتي دي العجينه اللي اتبقت معايا زي ما انتم شايفين كده. هعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين كده تضاعف حجمها معانا اهي. هنبدا كده معانا ندهنها بصفار البيض. كده خلاص هندخلها الفرن معانا. كده يا جماعه احنا استغلينا العجينه المتبقيه، يعني مفيش حاجه ترميها خالص. هدخلها دلوقتي معايا الفرن، طبعا هو سخن معايا، طلعت الفطيره وهدخلها مكانها. التوست كمان استوى معانا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، بس انا ما حبيتش اخد من وقتكم بقى كتير. شايفين انا ما اعرفش بقى مده الفيديو هتبقى طويله ولا قصيره، فقلت انا ايه هطلعه واقطعه. يا دوب كل اللي عملته ان انا خرجته من الفرن غطيته بفوطه، نفس الفطيره بالظبط اللي احنا عملناها فطيره العشاء. تمام، ده حلو جدا. بقى عايزه اقول لك بقى ممكن تدهنيها مربى، تدهنيها شوكولاته، على حسب بقى الاولاد ما بيحبوا. جبنه حلوه قوي، وممكن ساده زي ما هي كده لان هي اصلا طعمها حلو. العجينه تعمليها كده جنب كوبايه شاي، ما شاء الله جميله جدا وتسويتها تحفه، وزي ما انت شايفه كده شايفين هشه وجميله قوي. انا حبيت برضه افيدك، يعني ما رضيتش اقص المقطع ده، قلت برضه عشان لو اتبقى منك عجين تقدري تتصرفي بيه، حتى لو عامله عجينه بيتزا بقى منك عجين تعملي نفس اللي انا عملته ده. ممكن تعملي توست زي كده، وممكن تعملي كرات زي الكايزر، مفيش مشكله خالص. انا حبيت بس اوصلك الفكره، وهي ما شاء الله تحفه وهتعجبك جدا باذن الله. كده خلاص الفطيره بتاعتنا جاهزه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شايفين شكلها تحفه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا. وتغيير بقى عن اللحوم وكده تعمليها بالجبن هتعجبك جدا باذن الله، زي ما انتم شايفه كده شكلها حلو قوي، وكمان طعمها يعجبك قوي. اهم حاجه يا جماعه اي فطاير او اي معجنات لازم اول ما تخرج من الفرن تغطيها بالفوطه اقل حاجه 10 دقائق، تمام، عشان تطرى معاكي. هوريكم كده جزء من الفطيره معانا، شايفين ما شاء الله تحفه، شايفين شكل الفطيره معانا، والجبنه سايحه جواها ما شاء الله، والعجينه مستويه معانا، شايفين ما شاء الله جميلة جدا، ان شاء الله تجربيها وتعجبك. يعني شايفين ما شاء الله هشة ازاي تحفة، الله اكبر. شايفين شكل العجينة، متهيألي ما فيش كلام تاني. يا ريت ان عجبتك الوصفة، يا ريت ما تنسنيش في لايك وشير، ولا اول مرة تزوري قناتي يا ريت تنزلي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. يا ريت كده تدعمي القناة وتنشريها لكل اصحابك، مش هتخسروا حاجة والله يا جماعة. يا ريت اي حد يشوف الوصفة يشيرها لكل اصحابه، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة، مع الف سلامة.